متابعينا في اليوم السابع، هو صغير في العرف بيقول عليه طفل، لكن مخه كبير. مروان السيد طالب بالصف الأول الإعدادي، اخترع يعني عدد من الاختراعات، منها ما يخص البيئة، ومنها كمان كثير من الماء قليل من البنزين يعطي نار. يعطي نار، صح كده؟ اه، أول حاجة بس أعرف كل متابعينا في اليوم السابع مين مروان؟ معاكم الطالب مروان السيد نصر من مدرسة شعبانة تعليم أساسي. اخترعت اختراع عن التغيرات المناخية، خدت فيه مركز أول على مستوى الجمهورية، ورجعت اخترعت تاني اختراع ازاي أولد نار من قليل من الماء وقليل من البنزين، نص رطل من الماء ونص رطل من البنزين يولدوا له نارا وأشدد من الغاز، وديت أمينة كثيرا عن المواطنين. طب قول لي، يعني انت يعني دي كميه الميه اه ودي كميه البنزين، بنزين يعني الاكثريه ميه وبعد والجزء اللي فوق بنزين بنزين صغير، تمام؟ المقدار قد ايه؟ يعني انا شايف كده يعني مش نفس ثلاث عقل. الكميه. اه، عشان لو زودت بنزين النار بتكتر وممكن يبقى خطر عليا، فلازم انا احط بكميات ايه معينه. تمام، يعني الجزء اظبط الاكبر بنزين، يعني عقله اثنين ثلاثه. ثلاثة، ثلاث عقل من الازازة اللي هي الخمسة رتل، اه، والعقلة الرابعة والعقلة الرابعة بنزين. بنزين. تمام، المكونات بقى الجهاز كله الكونات دي ايه؟ كلها جهاز من خامات البيئة، تمام، شعلة والدي عاملها لي. شعلة والدك اللي عاملها مصممها كده. تمام، والدي فيها كل مكونات البوتاجاز العادي، الشعلة بتاعت البوتاجاز العادي، فيها صح؟ شعلة وفيها فونية وفيها ماسورة وفيها محبس وفيها ايه كليبس جميل، تمام، وحداد، دي ماشي. واجمد من خراطيم الغاز ودي وامن، الأنبوبة عادية، ودي دي زي أنبوبة الانبوبه، خرطوم. يعتبر زي الانبوبه. ازازه 5 لتر، 5 لتر محطوط تمام، مليانه ثلاثة عقل من اسفل الازازه، ثلاثة عقل بميه وعقله واحده بنزين، يبقى اربع جميل عقل. جميل. وهنا بقى لما اشغل بالجهاز ده، انا هجيب له جهاز اصغر واوفر، بيشتغل بالقوه المغناطيسيه، هو كهربي بس بيدي ايه قوه اسمها قوه ميكانيكيه. تمام، دلوقتي هشغل ده، العبارة عن ايه؟ الجهاز ده عبارة عن ايه؟ عباره عن ضخ هواء من الاكسجين، ضخ هواء من الاكسجين. اه، تمام، هواء بعدين صناعي، فيعمل معايا فرقعه في الماء، فيصعد الغاز فينتج لي نارا. يعني ال 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 الخرطوم ده الخرطوم الان ده متصل بالهواء، متصل بالهواء، ينزل تحت، الخرطوم ده هو متصل في اسفل الازازه في اعلاه. جميل جميل، اعلى الازازه. وهجرب امامكم الان، جرب لي كده. اهو نار اهي، ثواني كده، اهي نار شديدة، النار شديدة اهيت، وهرفع معاكم كمان النار اهيت زيادة عن اللزوم، اهي اهي. جميل، جهاز زي ده بيشغل لي كام عين من المنديل؟ ثلاثة أو أربعة، بس اللي يستخف اللي هما اتنين، يعني ممكن الجهاز ده يشغل لي عينين. تمام، ايه الفرق ما بين، يعني انت عامله كتوفير ومصمم كتوفير، تمام، اطفيت فيه، مصمم كتوفير للغاز وانتاج على الدوله، بدل ما الدوله تعمل غاز انا هوفر عليه استخدم الغاز دي في حاجه تانية. يعني مثلا الانبوبه، انت قلت لي قبل كده، قبل التسجيل، قبل التسجيل قلت لي الانبوبه ب 85 جنيه، تمام، دلوقتي تكلفته كلته على بعضه بثمن انبوبه اللي هو ال 100 جنيه. لكن كل مره بقى لما اجي انا في الشهر استعمل كام بنزين وكم ميه علشان اسوي مثلا، اقول ده هما رتل ميه، تمام، وده هما نص رتل بنزين، تمام، النص رتل ب4 جنيه بالظبط ونص. جميل. والوقتي بيقضي كم كم ساعه ده او هما كم يوم؟ يقعدوا بالظبط يومين بالظبط شغالين على طول، يعني ممكن اشتغل 24 ساعة عادي، 24 ساعة على ليومين. اليومين، على اليومين، على نص لتر، على نص لتر. يعني دخلنا لو قلنا يومين، يعني عندي 15 يوم، يعني 7 ايام، يعني 7 ايام، 7 لتر في الشهر، صح كده؟ السبعة لتر دول بكام؟ النهارده ب9 جنيه ونص الريتل. ده تمام، الوقت دخلنا في حاجة و50 جنيه. في حاجة جميل، و50 جنيه تمام، خسيت جامد عن الأنبوبة، وفي نفس الوقت حاجات بسيطة. بسيطة. طب ماشي، هل ممكن انا اعمل بوتاجاز بالشكل ده اقوى من كده علشان يستحمل؟ انا ممكن اعمل عليه شاي، ممكن اعمل عليه مثلا شويه رز او اي حاجه تكون في حاله صغيره، صح؟ هل ممكن اعمل انا حاجه تستحمل ان انا
تشيل حلة كبيرة نعمل دي تشتال حلة كبيرة ويطبخ عليها تبقى أحسن من الكبير. ده يعني تشيل حلة كبيرة تشيل حلة 100 كيلو وربة المنزل دي تعمل عليها الطبيخ عادي مفيش أي مشكلة أي ولا أي حاجة ولا تزعق وضيقة ومظبوطة تعمل آلية أي حاجة. طيب أنا بالنسبة لي أنا لو عايز أعمل ده كله أنا هجيب دي لازما مهندس حداد حداد بس يكون ايه مهندس بقى اللي هو بيعملهم عارف يعملها ازاي كويس. اه جميل قوي. واجيب بتاع ده هو معايا واوفر التوصيلات دي واوفر التوصيلات دي بخرطوم نظيفه ودي الخرطوم ده احسن من التاني اللي هو بتاع الغزله التاني دي بيتقطع دي ما يتقطعش دي طري ودي طول ما الازازه دي فيها ميه وبنزين عمرهم ما يولعوا اهو حوالين البنزين اهوت. ولو انا حطيت الازازه دي على النار ببنزينها كانك انت بتقول انك انت مخترع شيء امن لا هيولع ولا هيفرقع في يوم من الايام ولا يجرى له حاجه في نفس الوقت موفر وفي نفس الوقت انه هو بيأدي الغرض من طهي طعام من عمل شاي من قهوه وغيرها من الحاجات دي وكل ده تكلفته 100 جنيه. طيب خليني بس انا رحت الحداد عملت دي جميل وده سهل توفيره سهل وال الحاجات المتوفره دي والخراطيم دي سهله. طيب ده كام بقى ده بكام لما اشتريه دي لو جبته عشان يبقى احسن لك انت انا ما اعرفش ثمنه بس هو كان موجود عندنا في البيت تمام انا هجيب حاجه بديله منه وهتبقى احسن كمان منه جميل اللي هي ايه مطور من بتاع حوض السمك او فرله واقوم جايبه ولازقه جنب الجهاز ولاش هيزعله في حاجه. والتاني دي شغال بقوه مغناطيسيه اسمها القوه الميكانيكيه حوالين لف كهرباء على طول وهي تعمل هزات مغناطيسيه تشغل المروحه فعليه يضخ الميه اكسجين يخلي السمك يعيش فده انا هجيبه واركبه على الجهاز ده. انت خدت الفكره وبيفلتر كمان الميه اللي بيدخلها والايه والاكسجين. مشكله. طب جربه لي اخر مره. طيب ده انت مشكله يا عاد. هات لي ده هنا شغلته اهو وناره شديده وباينه ما شاء الله عليك يعني. قول لي بقى يعني اتكرمت من مين قبل كده؟ اتكرمت من الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والسيد المحافظ اللي هو جمال نور الدين. تمام. واتكرمت تاني من وكيل الوزاره الاستاذ محمد عبد الله. تمام. سيبها مفتوحه. تقول ايه بقى لكل متابعينا في اليوم السابع اللي شايفينك كده عالم زغنطوط كده؟ اقول لهم ان شاء الله يكون الاختراع عجبكم ويكون نال اعجابكم ويكون العالم كله ينفذه واتمنى لكم التوفيق جميعا وكل من في يده موهبه فليتمنى ان يكملها وشكرا. كل متابعينا في اليوم السابع واد صغير ولكن كبير في اختراعاته. دي تاني مره نلتقي بيه. المره الاولانيه كان علشان اختراع للتغيرات المناخيه والاختراع الثاني الجميل ده اللي عجبني لما اتصل بيا وقال لي انا عندي اختراع فانا قلت اشوف يعني لما ب 100 جنيه بس انا اوفر غاز والمكان يكون امن. ما شاء الله عليك يا مروان. مين بقى اللي ساعدك في والدي اللي عمل التجربه دي كلها كانت موجوده عندنا في البيت كان هو عاملها المزرعه قبل كده وكانوا قاعدين يفكروا فيها لما عملوها ولما خلصوها المزرعه دي اتقفلت بس كانت المزرعه بتطلع بانتاج 100% وكان يوفر عليهم غاز كتير بل لما يشتروا 100 انبوبه مليانه غاز انا بوفر عليهم بايه بال100 جنيه اللي هيجيبوا هيدفعوا كل انبوبه ال100 جنيه هتكلفوا جهازين 300,000 هتعمل له بدله وفرت عليه ما شاء الله. الوقت الجهاز دلوقتي احسن من اي شيء اوفر من الغاز يوفر على الدوله تبطل تشتري غاز انتج لها لو كل مواطن اشترى الجهاز ده دولتنا ما شاء الله يعني اكبر دول من الدول المنتجه للغاز فهي مش هتوقف الغاز هو لا طبعا ده عندنا مصر ما شاء الله يعني اكبر الدول انتاجا للغاز بس فكرتك احنا بنقول فكره امنه على المواطن انفجار بوتاجاز ولا اي حاجه وحتى لو دي اتسحت في يوم من الايام او جرى لها اي حاجه عمرها ما تولع الوقت يعني لو جبت شويه ميه منها الوقت على البنزين ده وحطيته ان هو ولعت مش هيرضى يولع ليه خلاص خد هوا خد هوا ساعه ما ياخد هوا خلاص ما شاء الله.